بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام التامان الكاملان المباركان الادومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين المبعوث رحمه للعالمين الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنه بالسند المتصل إلى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نُمير وأبو أسامة تحويل قال وحدثنا ابن نُمير حدثنا أبي جميعًا عن عبيد الله تحويل قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد تحويل قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب تحويل قال وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان تحويل قال وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه راى نخامه قلت النخامه غير البصاق النخامه تاتي من الانف راى نخامه في قبله المسجد الا الضحاك اي باستثناء روايه الضحاك فان في حديثه نخامه في القبله بمعنى حديث مالك ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم راى نخامه في قبله المسجد فحكها في روايه فحتها بالتاء فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى ايضا هذا الكلام مش هينفع معانا احنا الكلام ده احنا موجودين في مسجد والمسجد فيه سجاد لا يجوز ان ياخذ احدنا بما حمله هذا الحديث من الامر او من التوجيه أن يبصق الإنسان تحت قدمه اليسرى. الكلام ده كان بينفع والناس زمان كانوا بيصلوا على رملة، بيصلوا على تراب، بيصل... بيصلوا على حصى. إنما مش بيصلوا في مساجد زي مساجدنا، ما بيصلوش على طنافس أو ما بيصلوش على السجاجيد دي. النهارده لا يجوز أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الناس عندها نوع من التحجر الفكري، عندهم نوع من التحجر الفكري يقول لك إزاي؟ ما هو ده الكلام ده وارد في الصحيح ووارد في السنه وارد في السنه لكن باي ظروف تحت اي ظروف؟ ايه هل احوالنا احنا النهارده كاحوال الناس في عهده صلى الله عليه وسلم؟ هل مساجدنا تشبه مساجدهم في شيء؟ ما فيش ما فيش وجه شبه بين مساجدنا النهارده وما فيها ها؟ وبين المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم كانت المساله في منتهى البساطه في منتهى البساطه ما كانش فيه لا فرش ولا فيه اي حاجه ولا سجاجيد ولا اي حاجه اذا الاحكام دي او الامور دي كلها لا تصلح النهارده ما تصلحش معانا انما كانت تصلح زمان في عهده صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يبصق عن يمينه ولا قدامه ولكن يبصق تحت رجله اليسرى فيدفنها يعني حكاب رجله كده الكلام ده انا بقوله بنبه بنبه لأن في ناس بتبقى منغلقه انغلاق عجيب زي يجي لي واحد مثلا يقول لي ايه النبي ما كانش بياكل بشوكه ولا سكينه ولا ملعقه ولا أي شيء يا إخوانا كأني بك لا ترى هذا الشرع صالحا إلا لحقبة معينه وهي الحقبة التي عاشها رسول الله كأنك أنت تقول أن الإسلام ده ليس عالميا أو ليست رسالته عالميه ازاي؟ ازاي انت تقيد هذا الواقع المتغير عاوز تقيده بظروف معينه وباحوال وب يعني عاوز تقيد واحد ولذلك تبص لقيت كتير كتير تسمع ناس يقول لك ايه الكلام ده ما كانش في زمن النبي ما كانش في زمن النبي او الكلام ده ما عملوش النبي ما عملوش لان ما فيش ضروره لكن النهارده انت ممكن تعمل شيء ما عملوش النبي لانه النهارده اصبح هذا الشيء متاح لك اكثر مما كان متاحا للناس في عهده صلى الله عليه وسلم في اشياء خلي بالكم في ناس ما بتفرقش بين السنه التي لها حكم الثبوت وبين الاشياء المتعلقه باسباب فهي تدور مع الاسباب علة وتدور مع الاسباب ثبوتا ونفيا ها تدور معها واحد مثلا من فتره كده واحد جاي بيتفلسف يقول للناس النهارده طلعوا القمر وعملوا وسووا وبتاع واحنا لسه بنفكر ان احنا ندخل المسجد برجلينا اليمين ونطلع برجلينا الشمال قلت و... له ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ قلت له ايه علاقة ايه علاقة هذا الأمر بالتقدم هو احنا بنمنع الناس من انهم يبحثوا في اسرار الكون بنمنع الناس من انهم يزحموا الغرب ويزحموا الدول الكبرى في اكتشافاتهم وابحاثهم ودراساتهم نحن لا نمنع هذا الكلام الكلام ده نحن لا نمنعه انما ما دام في سنه عند رسول الله مش متقيده بعلنا، فينبغي ان نتمسك بها وان نحييها سنكمل هذا لكن بعد هذا الفاصل القصير فانا نبهت هذا الشخص قلت له خلي بالك لان من الممكن ان تتكلم كلمه يعني تسجل عليك بانك انت يعني بتستهين بالسنه وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بال اناس يتنزهون عن الفعل افعله او عن الفعل اصنعه يعني ما ينبغي ان نتنزه عن العمل بسنته صلى الله عليه وسلم، سيما اذا كانت سنه ثابته ومستمره ومش مرتبطه بعلة. يعني احنا فرقنا دلوقتي قلنا في اشياء النهارده ما احناش في ضروره او في حاجه ان احنا نعملها. واحد يجي في المسجد وتحت الجاد تحت رجليه سجاد ويطف تحت رجله اليسرى عملا بهذا الحديث لا يجوز. انما كونك تدخل المسجد برجلك اليمين وتطلع بالشمال والامور دي كلها هذه سنه ثابته. ملهاش علاقة بظروف ولا عليها علاقة بأوضاع ولا لها علاقة بأحوال ولا لها علاقة بواقع دي ملهاش علاقة بواقع فإنت ما ينبغي أن تستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت له من باب يعني إقامة الحج عليه قلت له يعني أنت بتعتبر أن اشتغلنا بـ بـ بهذا الأمر أن أنا أدخل المسجد برجلي اليمين وأطلع بالشمال بتعتبره دي يعني سورة من صور التخلف أو سورة من صور التراجع طب ليه انت ما بتعتقدش لما بتيجي بتقعد عيالك على السفره اولادك على السفره وبتعلمهم يمسكوا الشوكه ازاي والسكينه والملعقه وبتعلمهم هذه البروتوكولات ليه ما, بتعتبر، ما بتعتبرش هذه الصوره او هذا الاشتغال بهذا الامر بالذات ليه ما بتعتقدوش انه هو صوره تخلف وتقول الناس وصلوا الى القمر واحنا لسه بندور على ان نمسك الشوكه ازاي ولا لا انت بتعتبر ده جزء من المدنيه جزء من حضاره جزء من حياه متطوره كذلك احنا بنعتبر التمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك بثوابت ما تستهنش النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله اسوه حسنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فاياك تستهين واياك تحتقر اي شيء من سنته صلى الله عليه وسلم الا الاشياء المرتبطه بواقع ما احنا مش عايشينه لازم تفرق بين الحالتين فهنا لما النبي يقول نهى ان يبزق الرجل تحت يمينه عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى الكلام ده مش موجه لنا لان واقعنا ما يتناسبش مع مع هذا الكلام الكلام ده يتناسب مع مين؟ مع اللي عاشوا حياته صلى الله عليه وسلم وكانوا في نفس الظروف نفس الظروف اللي كان عايشها النبي صلى الله عليه وسلم فده توجيهه نعم ثم قال مسلم حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس تحويل قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينه الامام مسلم معروف عنه ان انه ياتي بكل ما ورد في الباب من الاحاديث جمله واحده في موضع واحد خلاف الامام البخاري معروف الامام البخاري ربما ذكر الحديث في اكثر من موضع في اكثر من كتاب في اكثر من باب ربما ذكر اوله في باب وذكر اخره في باب وذكر طرفه او عجزه في باب ربما اخذ منه جزءا اختصره مثلا لما تدعو اليه الترجمه او ما ترجم له لان معروف الامام البخاري هو واضع التراجم تراجم الصحيح لكن الامام مسلم لم يضع تراجم صحيحه وانما هذا من عمل الشراح التراجم اللي احنا شايفينها دي مش من عمل مسلم دي من عمل الشراح خلاف الامام البخاري ولذلك بنعتبر إن التراجم التي وضعها الإمام البخاري تمثل مذهبه الفقهي تمثل مذهبه من حيث استنباطه من حيث فهمه من حيث فهمه فكان كل ما يترجم لشيء ربما احتاج لجزء من الحديث يأتي في هذا الباب وجزء وجزء منه ممكن يأتي في باب آخر أو في كتاب آخر وقد تتباعد المسافات بين هذه المواضع لكن مسلم بيجمع الكل في محل واحد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى بصاقا ما زي ما قلت لكم بيجمع كل الروايات راى بصاقا في جدار القبلة او مخاطا او نخامه واحنا بينا الفرق بين البصاق وبين المخاط والنخامه فحكه هكذا ورد لن نقف عند هذه لان هذا في تكرار ولكن احنا بنذكره من باب ايه؟ من باب يعني التبرك ومن باب ذكر الروايات الوارده في هذا الباب. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليه قال زهير حدثنا ابن عليه عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله المسجد فاقبل على الناس. أي بعد أن حكها أو حتها فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أي قبل وجهه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه يعني أنت ترضى لما تكون واقف مع واحد يقوم يجي واحد يقوم باصق كده قدام قدام وشك هل الإنسان يرضى بهذا الوضع؟ أن يستقبل هل يرضى هل كما ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، أهو دي المسألة بقى اللي أنا بحب أنبه عليها أو أشير إليها أشير إليها يعني ما كانش كده ياخد طرف ثوبه طرف ثوبه ويتنخم أو يبصق فيه ثم يرد بعضه على بعض سنكمل بعد الفاصل هذه هذا الحديث الناس النهارده ممكن بعضنا لو قرأ هذا الحديث النهارده ممكن تثار عنده بعض الاعتراضات او الانتقادات وحصل بالفعل حصل بالفعل ان واحد يجي لي من فتره وقال لي ازاي يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه يبصق في ملابسه يعني ياخد طرف الثوب من تحت ويبصق فيه ويرد بعضه الى بعض يعني يطوي كده ويمسحه كده اهو السائل ده بيعتبر ان دي صوره مخالفه للحضاره قلت له من الظلم بمكان ان تحكم على افعال اناس عاشوا واقعا غير واقعك بانهم قد اساءوا من الظلم بمكان انك تعتبر دي اساءه أو تعتبر ده شيء غير حضاري أو غير لائق أو شيء مفهوش ذوق ظلم أنا بقول لك ظلم ليه؟ لأنهم لو عاشوا واقعك أنت لالتزموا بما التزمته أنت كانوا هيعيشوا حياتك هم لو عاشوا الواقع بتاعنا كانوا هيعيشوا حياتنا بكل ما فيها كل المستجدات وكل الاشياء المتطوره اللي احنا بنستخدمها الاول ما كان لا كان في مبردات يعني الثلاجات ولا كان في تكييفات ولا كان في مثلا غساله في الاوتوماتيك ولا كان في م... البوتجازات ولا في الاشياء دي كنا بنستخدم الفحم ممكن زمان ممكن يستخدموا الفحم وبعد كده عملوا البابور الجاس وهكذا الحياه بتتطور فانت النهارده من الظلم بمكان انك انت تيجي على ناس عاشوا الحياه دي وتقول دول كانوا متخلفين لا ما كانواش متخلفين ده كان المتاح عندهم اضرب لك مثل من واقعك انت انا عاوز اضرب لك مثل من واقعك انت احنا دلوقتي بنستعمل المناديل الورقيه بنبصق فيها و... ونلقي فيها نخامة وبعدين ايه بناخدها نطويها ونرميها نرميها في المز... في المزابل في محل النفايات قبل كده بشويه قبل كده قبل ما تصنع المناديل الورقيه دي الناس كانت بتعمل ايه فكرني وفكرك في, في الامر ده يعني ان كان عمرك يصل قبل ما تخترع او قبل ما تصنع المناديل الورقيه كنا بنعمل ايه كان بيبقى كل واحد فينا في جيبه منديل من القماش مصنوع من القماش نهار ما بيغلبوا البصاق او بيطلع المنديل القماش ده وبيبصق فيه او يتنخم فيه ويرده كده ويشيله في جيبه ما بيرميهوش مش ده كان الشيء المتاح؟ هل انت النهارده تيجي على الناس اللي عاشوا الفتره دي وتقول ده كانوا متخلفين ما كانوش بيستعملوا المناديل الورقيه؟ هي المناديل الورقيه كانت موجوده وسابوها ما سابوهاش فعشان كده احنا لما نيجي عند الحديث ده بالذات ونقرا هنا ان فاذا تنخا احدكم فليتنخ عن يساره تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا وانا زي ما قلت القول موضوع للحكايه والحكايه ممكن تبقى لفظيه وممكن تكون فعليه فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه تفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض حكم كده ده كان الشيء ده طبيعي ولا كان مستهجن؟ يعني الناس في ذلك العصر كانوا بيستهجنوا الشيء ده ولا بيستقبلوا على انه شيء عادي؟ عادي لانه هو ده المتاح فما ينبغي ابدا ان تخاطب اناسا عاشوا في عهده صلى الله عليه وسلم بخطاب لا يصلح الا ان يكون لمن عاش واقعه الواقع اللي انت عايشه امتى تعتبر الانسان متخلف او متراجع لما تلاقي واحد النهارده في عصرنا وعايش في المدن في الحواضر وياخد هدومه وينف فيها ويتف فيها ويعمل العمل ده او ده اللي يلام ده اللي يلام لانه عايش عايش حياه الحضاره النهارده انما اللي عاش زمان ما تلوموش ما ينبغي ان تلومه ابدا ثم قال مسلم وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث تحويل قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم تحويل قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه كلهم عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عليا وزاد في حديثه هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر رسول أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض هكذا يرد ثوبه بعضه على بعض أسأل الله في ختام اللقاء أن يجعلني وإياكم من المستبصرين المسترشدين الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى فقه الواقع وفقه التحولات وفقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه المقاصد حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته